1 2 3. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايب معكم بيسكوي على شكل ديال الحرف لا لتر بي. المهم غادي نصايب لا جينواز كيف ما موالفات نصايب معكم. غادي نصايب جوجات، غادي نصايب ثلاثه البيضات. عندي هنا 90 غرام ديال الدقيق مع نص باكيه ديال الخميره. عندي الفاني، عندي السكر هنا 80 غرام. انا غادي نصايبها معكم وغنصايبها باللون الازرق كيف ما تشوفوا بالملون. دابا غادي نصايبو، غنبداو بلا جينواز الاولى. غادي نصايب معكم البيض. نبداو بسم الله على بركه الله، وما تنسونيش البنات بالدعم ديالكم والمشاركة مع الأصدقاء. غادي نصايب غير لاجينواز الأولى تشوفوها، من بعد غنصايب أنا الثانية، ومن بعد نتلاقاو فاش غادي نبغيو نقطعوها. هي ثلاثة البيضات مع 90 غرام ديال الدقيق مع الملح، وهاد القبصة ديال الملح مع السكر سنيدة. غادي نضربهم حتى يوليو خليط كريمي وغتشوفو كيف ما تشوفو الخليط ديالنا ها هو واجد. من بعد ما زدت ليه الملون الازرق كيف ما تشوفو. دابا غادي نزيد الدقيق ديالي على ثلاثة دفعات ديما كيف ما تشوفوا، على ثلاثة ديال الدفعات ما تنجيوش وترميو الدقيق كله. وكيف ما تنقولوا علاش ما نفرحوش وليداتنا ونصايبوا لهم داكشي اللي بغاو ونتعلمو نصايبو في البيت ديالنا علاش لا. صافي انا درتو على جوج دفعات، ولكن نتوما ديرو على ثلاثة دفعات باش ما يغلبكمش. كيف ما تشوفوا الخليط ديالي ها هو راه تيكون كريمي، يعني ما خاصش يكون خفيف ولا ثقيل ولا شي حاجه. كيف ما تشوفوا دابا غادي نهبطو في لابلاك. كيف ما تشوفوا الخليط خاصو ما يتقطعش. كيف ما تشوفوا الخليط ديالي راه مقعد، يعني لا جينواز ديالك راه ناجحه الحمد لله. دابا غادي نبقى حتى نقادها كامله وندخلها الفرن 10 دقائق من تحت ومن فوق. ولكن كيف ما تنقول لكم ديما، يعني كل وحده الفرن ديالها، يعني عينك ميزانك تردي ليها البال. كيف ما تشوفوا البنات ها هي لاجينواز اللي صايبت معكم الاولى، ها هي الثانيه. شوفوا تبان كما كيف ما تشوفوا ها هي لاجينواز، يعني راه تبارك الله. هانتوما كيف ما تشوفوا دابا غنجيبو الحروف اللي بغينا، لا لتر اللي بغينا. انا اليوم عندي هنا حرف بي، لا لتر بي كيف ما تشوفوا.
اجو ديروه كبير شويه، ديروه انا زدت ليه واحد شويه على حسب الورقه، يعني خليته هكا بي كبرته شويه. كما تشوفوا دابا راه غادي نقطعو على حسب لا لتر بي. كيف ما تشوفوا البنات دابا غادي نقطع على شكل الحرف اللي بغيتي. انا دابا خديت لا لتر بي كيف ما تشوفوا، بغيتو يكون كبير بغيتو يكون صغير، يعني داكشي على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. وصدقوني البنات راه تجي رائعة الا بغيتوها بلا جينواز. ان شاء الله مازال نصايبها معكم بالبسكوي صابلي. كيف ما تشوفوا انا تنقطع حتى داك الميني كيك من داك لا جينواز اللي شاطت كيف ما شفتوا. غادي نصايبهم حتى هما مع بعضياتنا. هيا شوفوا لا جينواز تبارك الله كي دايره، كي مفشفشه يعني رطبه ما قاصحه ما والو كيف ما تشوفوا. دابا غادي نبقى حتى نقطع بجوج لا جينواز هادي وهادي ونتلاقى معكم. كيما تشوفوا ها هما لا لتر ديالنا من بعد ما قطعناهم، ها هما كيما تشوفوا، وهاد الميني كيك ها هما كاملين. غادي نسقي دابا بالسيرو ديالنا اللي صايبت به في السنيده والماء والمذاق ديال الفاني. غادي نسقي دابا كيف ما تشوفوا، دابا غنسقي لا جينواز كامله، يعني ما تخافوش منها راه تبارك الله تتشرب الا صايبتوها بالطريقه اللي قلت لكم. كيف ما تشوفوا دابا غادي نبقى غدا هكا حتى نكملها كامله، يعني ما تخافوش منها غير. كيف ما تشوفوا ها هي الوسط ديال لا جينواز قديتها، غادي نحط فوقها دابا النص الاخر. كيف ما تشوفوا دابا هاني كيفاش درت لا جينواز الثانيه، غادي نسقي ثاني. وما تنساونيش البنات بالدعم ديالكم مع الاصدقاء، وان شاء الله ما انا ما غاديش نبخل عليكم باي حاجه تعلمتها، يعني غادي نشارككم مع بعضياتنا اي حاجه. وغادي نبدا نزيد تاني لاكريم ديالي. غادا هكا حتى نكمل. وتفرحوا وليداتكم علاش لنا حاجه ما تقولي ما عرفت ليها، اي حاجه نتعلموها مع بعضياتنا.
كيف ما تشوفوها هما من بعد ما كملت الكريم ديالي غادي نصايب معكم تزيين في الاخير كيف ما تشوفوا، وان شاء الله يعجبكم. كيف ما تشوفوا معايا البنات اني تنصايب دابا ديكوراسيون. سمحوا لي راه مشى ليا واحد المقطع ديال البدايه ديال هذا، يعني نكمل معكم ها هو باش ناخذوا فرانفواز. المهم اللي عندك الفرانبواز، عندك الفرايز، يعني تزينتي يبقى اختياري. كيف ما تشوفوا غادي ندهن الفرانبواز بواحد شويه ديال ناباج باش يعطي ديك لابريونس. ونتمنى البنات يعجبكم الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو فيديوهات اخرين نفرحوا بهم وليداتنا علاش لا، والاسره والجميع. عندي هنا الشوكولا ديال رافاييلو غادي نحطها هنايا، عندي غير وحده. عندي هاد الشوكولا ديال اورو، وعندي لي ماكارون كيف ما تشوفوا. ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو ديال لي ماكارون. تاهما راه تيجيو غزالين تبارك الله كيف ما تشوفوا. هادو لي ماكارون ديال كوك، غادي نزيد الفرامبواز. عندي هاد لي فوي دوغي هادو تا هما تستعملو. المهم التزيين راه اختياري. وغادي نبقى حتى نكمل وغادي نشوفوا النتيجة ديال الفيديو ديالنا، ونتمنى يعجبكم. كيف ما تشوفوا البنات الكيك ديالنا من بعد ما قديناه. المهم الديزاين كيف ما قلت لكم، كل واحد اللي بغى يصايب شي حاجه تيصايبها، ونتمنى يعجبكم الفيديو. وما تنساونيش البنات باللايكات ديالكم والمشاركة مع الأصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع.